فإن أردت خيرا على خير وأنت الآن في مجلسك في مقعدك انوي في قلبك أنك إذا عدت إلى بيتك لا تقبل أن تنام قبل أن توتر، أو اعمد إلى أنك إذا نمت اعزم قلبا لو أجر النية أن تقوم في الليل لتصلي لربك ثم تعود. والله ما من أحد، وأنا أقسم بين الحجر والمقام على هذا، ما من أحد من عباد الله أسعد من رجل قام من نوم ليصلي ثم عاد بعد أن صلى لينام. هذه منتهى سعادة ابن آدم لو كان يعقل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الله إلى الله صلاة داود، هذا إجمال، ثم فسر قال: كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه، يعني يستيقظ ثم يصلي، قال: ثم ينام سدسه أن يعود فينام صلوات الله وسلامه عليه. هذه تسمى في القرآن ناشئة الليل. الله عز وجل يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. عندما يكون الإنسان لا يستيقظ من منامه إلا لشيء واحد يريد أن يصلي، لم تقمه أي شيء من مطامع الدنيا التي يحبها ولو كانت مباحة، إنما أقامه الرغبة فيما عند الله، فيقوم يتوضأ يصلي حتى إذا فرق من وتره قال كما قال نبينا سبحان الملك القدوس، قالها ثلاثة ثم يأوي إلى فراشه. هذا بما يخوف الناس، يخوفهم بالموت. هذا لو مات يموت على خاتمة حسنة، آخر عهده بالدنيا تسبيح الله باللسان والصلاة لله بالأبدان. والله عز وجل يقول: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فتهجد به نافلة، قال: وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا.